طيب امبارح كمان شفنا كلنا افتتاحات الحقيقة تفرح، خاصة طبعا بوحدات سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة في كل مكان، في أكتوبر، في العبور، بحر أحمر، جنوب سيناء. مهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية معانا دلوقتي هاتفيا، هنتكلم معاه بالأرقام عن ما حدث وما سيحدث كمان الفترة القادمة. يا باشمهندس صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يا أهلا بحضرتك. طبعا كلنا شفنا الافتتاحات امبارح في محافظات مختلفة بمشروعات مختلفة، وكل مشروع ليه طابع مميز، كل مشروع ليه شكل مختلف عن المشروع التاني. عايزين نعرف من حضرتك عدد الوحدات اللي تم افتتاحها بالأمس في كل المناطق اللي تمت امبارح. هو امبارح كمان الافتتاحات كانت 12,100 وحدة، يعني تردد من 13,000 في 12 مشروع. يمكن الناس امبارح تفاجئت ان عدد المشروعات كبير، لان احنا دي فتره الحصاد اللي هي خلاص وصلنا لها، احنا شغالين وفتحنا مشروعات كثيره وكبيره، لكن العدد كان كبير امبارح، ان خلاص احنا زي ما بنقول ان احنا بنوصل على نهايه 2021 هنعلن مصر خاليه من غير امن، فخلاص دي فتره الحصاد. عندنا مشروعات طبعا في متنوعه على 12 مشروع، زي ما قلنا ان في عندنا في الصيادين شمال وجنوب الصيادين في راس البر، عندنا في القاهره هنا او في الجيزه اللي هي كان مشروع دسم لشفشات راس بنفسه امبارح حدائق اكتوبر، عندنا في رب السيده، عندنا في لو حبينا نتكلم بالارقام يعني حدائق اكتوبر 250 وحده، رب السيده 330 وحده، الرويسات 496 وحده، ال 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 أهالينا 2400 وحدة، يعني عندنا 4171 وحدة في مدينة السلام. كل دي أرقام لمشروعات، طبعا ده على سبيل المثال لو حصل، بنقول إن إحنا خلاص اللي إحنا قلنا عليه لما وعدنا الناس وقلنا إن إحنا هنقضي على غير آمن، دي الأرقام في الآخر أرقام فعلية بتقول خلاص نفذنا أرقام. عندنا كان الخريطة القومية أول ما بدأناها ب 357 منطقة ب 200,000 وحدة، زودنا على نفسنا بعض عدد الوحدات في نفس المناطق نفسها عشان نكمل، زي مثلا زي نزلة سمان اللي كنا فيها امبارح، سن العجوز عملناها مشروع حدائق أكتوبر، سن العجوز كانت 710 وحدة لما عدى الحصر 825، طب احنا عملنا 2500 ليه؟ عشان كل منطقة نزلة سمان تخش في التطوير معانا. صحيح. فكل دي حاجات احنا بنحاول نوسع رقعة التنمية والتطوير على مستوى مصر، يعني من 200,000 وحدة ل 240,000 وحدة، وهو ده اللي خلانا دخلنا في 2021. كان كل كلامنا على 2020، ولكن 46,000 وحدة دخلوا معانا ودخلونا على 2021، بس ده شيء كويس، ده شيء سيء ان احنا نكبر طموحاتنا زي ما سيادة الرئيس قال، ما نحطش حدود او سقف للطموحات. ده غير اللي احنا بنقوله ان بكره في حاجات ثانيه بنعملها، كان الاول كل الكلام ده تحت مسمى صندوق تطوير العشوائيات. صحيح. النهارده احنا بقينا صندوق التنميه الحضريه، التنميه الحضريه مهامه اكبر واكثر واعلى بكثير من صندوق تطوير العشوائيات، فعشان كده عندنا خطه الحته اللي هي بتاعه تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى دي لوحدها 500,000 وحده ان شاء الله، برضه هتبقى بزمن اعجازي. يعني انا بعتذر للتطويل، لكن هو الكلام خد بعض. معلش يا باشمهندس، صباح الخير على حضرتك. ويعني الاحياء اللي بيحصل دلوقتي واللي بيتحقق دلوقتي على ارض الواقع، خلينا نقول بمنتهى البساطه انه الدوله ابتدت انها تجني ثمار كل هذه الجهود، وانه الجمهوريه الجديده بتبدا يعني الحرب على هذه الاماكن الخطره وغير الامنه على اهالينا، وانه الموضوع مش مجرد مساكن او وحدات سكنيه جديده، لكنها يعني مجتمعات حضريه وتنمويه بكل ما تعني الكلمه دي، يعني من معاني تغيير شامل لكل الناس اللي عايشه هناك. ويمكن ده سمعناه على لسان الناس اللي انتقلت بالفعل. حضرتك شايف ده ازاي؟ واللي بيتحقق بقى دلوقتي بالارقام والوحدات السكنية الكتيرة جدا، شايف إنجاز ده في الوقت الزمني القصير ده إزاي؟ والله إحنا يعني الحمد لله الإنجاز اللي إحنا بنتكلم عليه إنجاز ده، زي ما قال السيد رئيس امبارح وانتهى يمكن برضه عندكم من فترة طويلة، لما سئلت أنت راضي على اللي أنتوا عملتوه؟ أنا قلت لا مش راضي، لأن إحنا بنفذ خطتنا، نفذنا التعليمات اللي جات لنا، لكن إحنا طموحاتنا غير كده بكتير، أعلى من كده بكتير جدا. فطموحاتنا دي خليتنا نطور من نفسنا الاول ونغير من نفسنا قبل ما نغير في الناس، يعني احنا لما جينا نغير كلمه صندوق تطوير عشوائيات، فرق في دراسات وتشريح للعمران في مصر، شافوا العمران في مصر تحتاج مننا ايه؟ صندوق تطوير عشوائيات.
باشمهندس حضرتك معانا. طيب الحديث عن مسألة إنه هذه المجتمعات الجديدة مجتمعات عمرانة بحاجات كتير، مش بس الفكرة بشقة وسكن وفرش كويس يليق بأهالينا دول، ولو إنه ده من أهم يعني الحاجات الأساسية في الحياة، لأنه عشان نتكلم عن تعليم وصحة وأي شيء آخر لازم نكون آمنين مطمئنين داخل بيوتنا. ويمكن ده اللي توقف عنده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح وقال في كلامه انه شيء مهم جدا انك تاكل اي لقمه بسيطه لكن تكون جوه مسكن امن. نرجع مع حضراتكم للمهندس خالد صديق نكمل معاه الكلام. وزي ما كنت بتكلم يا باشمهندس عن مساله الشعور بالامن، الشعور بالطمانينه جوه بيت مختلف تماما عن شكل البيت اللي انا كنت عايش فيه قبل كده، المساكن غير الامنه وتاثيرها النفسي على الاطفال وعلى الاسر اللي موجوده داخل هذه المساكن، ومساله بقى الانتقال لمساكن حضريه وازاي بيأثر على الناس. طبعا احنا يمكن امبارح معالي وزيره التضامن عملت امبارح دراسات واعرضتها امبارح على احساس الناس بالامان، احساس الناس بالسكن الامن، احساس الناس بمطالبهم من الحياه. كان في امبارح دراسات وموجوده بنسب محطوطه امبارح، فتخيلي النسب دي كانت الحمد لله جدا، هي مؤشر لما وصلنا اليه، احساس الناس بالامان، احساس الناس بالسكن، الخصوصيه، الحاجات دي كلها كانت غير متوفره تماما في حياتهم قبل كده. التعليم والتصرف من التعليم، ازاي النسب التصرف من التعليم كانت في المجتمعات القديمه اللي هم كانوا فيها والمجتمعات دلوقتي ازاي وصلوا ليها. تشغيل المراه، المرأة عندنا احنا بندور لها على عمل داخل المجتمعات الجديدة بتاعتنا. الحضانات ما كانش في حضانات عندهم في الأماكن بتاعتهم، أو إذا كان في مستوياتها دون مستوى إنها تبقى حضانة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. لا، دي حضانة مدروسة ومتابعة وكل حاجة، بحيث إن أبنائنا يطلعوا من أول عمر زيرو لغاية ما يوصلوا للمدرسة، يبقى هم في النبتة الصغيرة، البذرة الصغيرة دي إزاي إحنا بنراعي إنها تطلع صح من تحت، من جذورها من صح. كل الحاجات دي احنا مستهدفنا مش ان احنا نقول للي كانوا ساكنين في المجتمعات دي تعالوا نعوضكم بس، لا، ده احنا مش نعوضكم بس، ده احنا نعوضكم ونعمل جيل جديد من الاطفال والشباب يكون مفيد لبلده وهو نفسه يفيد نفسه. ازاي نعلمه صح؟ ازاي ندي شخص بيحب بلده، بيحب نفسه، بيحب اهله، بيحب اسرته، عشان نكون مجتمع الجمهوريه الجديده، مش طوب وزلط واسمنت، وعشان كمان يا باشمهندس يكون شخص منتج في المستقبل، يكون شخص سوي نفسيا وهو طفل ويبقى منتج في المستقبل. حتى دلوقتي الشباب اللي كانوا موجودين في الاماكن غير الامنه دلوقتي بيتم تدريبهم على حرف، سواء الشباب او السيدات البنات بيتم تدريبهم على حرف، بيتم عمل ورش ليهم زي ما شفنا امبارح في محور الامل اسفل محور الامل، تم عمل ورش ليهم، وتم عمل كمان بالاضافه الى الورش اكشاك عشان تخدم على هذه الورش وعلى المنطقه بشكل عام. نقدر نقول ان جمهوريه مصر العربيه تكون خاليه من المناطق غير امنه امتى؟ خلاص احنا بنتكلم في الشهور الجايه، احنا بتفاضل مشروعات بسيطه جدا معانا، زي مشروع بشار الخير 5600 وحده، عندنا الخياله 2500 وحده، عندنا في حلايب وشلاتين 2000 وحدة. طبعا حاجة شديدة، مش نظام عمارات، لا، ده بيوت بدوية بحوش طبقا للطابع البدوي اللي اهالينا عايشين فيه. عندنا في 15 مايو، 12 مايو. عظيم. يعني مش هنشوف بعد كده باشمهندس خلاص بقى ان يكون في بيوت مبنيه في مجرى سيول، بيوت مبنيه في حته في مكان مثلا في جبل، في مكان غير امن، خلاص ده انتهى. لا خلاص، كلمه غير امن دي ان شاء الله مش هيبقى موجوده. هيبقى فاضل قضيتنا القادمه ان شاء الله، اللي هي الغير مخطط، الناس ماشيه على طريق الدايره شايفه بيوت حالتها امنه، ولكن شكلها غير مخطط، شكلها غير مقبول بالنسبه للبرواز، الصوره نفسها ازاي تبقى شكلها كده. ده مرحلتنا اللي هي 10 سنوات اللي هي الغير مخطط، 318 مليار جنيه. وده هنشتغل في احنا شغالين في المدن، وطبعا وزاره التنميه المحليه ووزاره الاسكان شغالين في القرى في حياه كريمه. احنا كلنا متوافق مع بعض عشان في الاخر مصر، رؤيه مصر 2030، نوصل لمصر 2030 اللي احنا حاطينها في الخطه فعلا، والحمد لله احنا متزنين بخطتنا. طبعا هي 350 مليار جنيه لتطوير عواصم محافظات المدن الرئيسيه، حدائق الفسطاط على 500 فدان، حدائق مركزيه عالميه على مستوى عالمي ان شاء الله، على 500 فدان 6 مليار جنيه، نظره لعزبه خير الله كلها ان شاء الله. كل الحاجات دي تحت سقف الوليد الجديد للجمهوريه الجديده، صندوق التنميه الحضريه. عظيم. باشمهندس خالد، عايزه اقف معاك يعني على فكره تغيير اسامي المناطق، بنتكلم على ظهور 15 مايو، ردة السيده، مدينه الامل، قد ايه الاهتمام بالبعد النفسي للناس اللي كانت ساكنه في الاماكن غير الامنه دي، واعاده البناء بقى، وبنتكلم حتى في انه الاسم بنغيره،
الناس فارق معاها ده جدا. شفنا امبارح بعض السيدات هم بيتكلموا انه كنا عايشين معزولين عن الدنيا، معزولين عن الناس، تحس ان هم دلوقتي نفسهم بقت مفتوحه على الدنيا، عندهم امل يشتغلوا ويتعلموا ويشوفوا الوضع عامل ازاي، عندهم امل ان اولادهم يطلعوا افضل ويتربوا افضل ويلاقوا مستوى تعليم افضل. حضرتك شايف التعامل مع هذا الملف بعد سنوات من الاهمال تاثيره ازاي على المجتمع؟ عايز اقول لك يعني ببساطه جدا، لو الكاميرا راحت وصورت وش الناس وهم في المناطق القديمه وراحت بعد سنه واحده في منطقه جديده، هتلاقي في اريحيه في الوش، هتلاقي هناك الهم ناحت وشهم لما راحوا المكان الجديد، في انفراج في تفاصيل الوش نفسها. فده معناه ايه؟ معناه ان الناس عندها راحه نفسيه، عندها رضا بالحياه الجديده. كان الاول ليه؟ كان الاول نلاقي في خامه كده، ماده خام كده للي يستقطبوا لتدمير بلدهم بالمناطق دي، اللي هو واحد ناقم على نفسه وناقم على البلد، حياته رخيصه عليه. تعالي حاولي دلوقتي حد يستقطبه، لا ده انا حياتي بقت غاليه وبقيت انسان عايش في حياه نظيفه وليا مستقبل. ما هو ده يا باشمهندس البعد اللي يفيد المجتمع كامله. المساله مش مساله الناس بس اللي كانوا متضررين من هذه الاماكن غير الامنه، لا المجتمع كله يتضرر. المجتمع كله كان فدلوقتي المجتمع كله مستفيد مما يحدث. فالحمد لله احنا عندنا الموضوع عباره عن ايه؟ الناس فاكره ان احنا المشروع اللي بتفتح ده عماره جميله او كومباوند جميل بيتعمل. لا يا جماعه والله الموضوع كله تطوير حياه، تطوير روح، تطوير نفس، تطوير اقتصادي، استثماري، اجتماعي، بيئي، بناء ثقافه جديده. يعني حياه جديده، تطوير حياه جديده، الحياه الجديده دي هتخلق هي اللبنات لبناء الجمهوريه الجديده. الجمهوريه الجديده مش بس طوبه وزلط ورمل. لا انا ببني انسان، وزي ما الرئيس قال امبارح يمكن قال انا مش بوفر له وجبه فخلاص يعني تبقى مجرد وجبه، لا انا ببني انسان، بوفر له حياه طول حياته، بغير من ثقافته، بغير من طريقه التفكير وطريقه تعامله. حتى هو يمكن اشار لنقطه كده كلنا بناخد بالنا منها، الناس بتحط الستاير الثقيله دي على البلكونات عشان زمان كانوا في اماكن غير مخططه، فما كانش فيه شوارع، فانت كنت بتفتح الشباك بتاعك كنت بتبقى قاعد عند ضيف، عند جارك اللي في الوش، كانك قاعد معاه في الاوضه. فكانوا الناس بيحطوا الستاير دي عشان الخصوصيه، انما دلوقتي ما بقاش موجود لان الاماكن مش مكشوفه. على فكره من حتى في البيت جوه اللي هو هم نايمين في اوضه واحده، فالستاره بيعزل ما بينه وما بين اولاده بالستاره. ففعلا ستارك عنده حق، احنا فعلا احنا عاملين لك بيت على فكره هتدبري حركه الهواء داخل الشقه نفسها. دخول الشمس ما ينفعش ان في شقه ما يدخلهاش الشمس من كل جهتها، ما ينفعش. احنا مش بنعمل كده بلوكات زنق زنق زنق، ولا احنا بنلزق ازاي يدخل عشان يبقى بيت صحي، تبقى بيت صحي والناس تقدر تفتح البلكونه وتفتح الشباك يدخل لها الشمس عشان الشمس تدي صحه للينا والاطفالنا. صحيح. ففعلا كلمه كاتب احنا الستاره دي الناس ما تمنعش الشمس، خلي الشمس تدخل بيتك وانت مش مجروح، انت يعني افتح عينك على الدنيا وخليك جريء في استقبال نظره الدنيا. خلاص الحمد لله، والناس فعلا واحده بواحده كده بيبداوا يعني زي ما امبارح الاخت اللي كانت بتتكلم امبارح وكانوا جايبينها في الفيلم اللي كان معروض. انا خلاص فتحت، كنا الاول معزولين عن الدنيا وانا حاسس فتحت على الدنيا. دي كلمه يعني بمعاني كبيره قوي، يعني تخلينا احنا ما نتكلمش كتير. الكلمه دي ليها معنى كبير. ازاي كان الناس منغلقه على نفسها في مجتمع منغلق ومكشوفين يتعاملوا مع الناس اللي بره، صحيح حاسين ان هم ادنى من مستوانا دلوقتي، مصدقين كل المشروعات ومكسوفين من حاجه كمان يا باشمهندس يمكن هدير كانت بتتكلم عنها دلوقتي، اسم المنطقه. يعني ان انا اطلع بره كده اقول انا من المنطقه الفلانيه اللي اسمها كذا او اسمها كذا، كانوا برضه بيكونوا مكسوفين من الحاجه دي. تخيل مثلا ضرايب 15 مايو بقت زهور 15 مايو، تل العقارب بقت روضه السيده، زرزاره في الغردقه بقت روضه الغردقه، بطن البقره بقت كنوز الفسطاط. فتخيل المسميات دي حاجه شيك قوي في بطاقتك كده لما يجي حد صح يتقدم لبنتي. صح انا جاي انا يا ابي يا امي انا رايح اخطب بنت روضه السيده، مش في تل العقارب. هتقولوا تل العقارب يا ابني احنا ناقصين، هتلاقي لا، هي نفسها المسمى نفسه بيفتح النفس على التعامل وعلى ان انا اعترف. الناس تقول ايه؟ ما تيجي تزوري بيتي في تل العقارب، ولا تعالى زوري بيتي في روضه السيده، وانا متشرف ومش مكسوف. 15 مايو وعليه باشمهندس السيد رئيس عبد الفتاح السيسي امبارح يعني وصى بمزيد من التعامل مع مساله البعد النفسي والاجتماعي، مزيد من يعني الاندماج مع المجتمع اكتر، زي ما يعني كنا بنسمع من الاهالي امبارح في الفيديوهات انه كنا معزولين عن الناس، الوضع دلوقتي بقى مختلف خالص، بقينا شايفين البلد بيحصل فيها ايه،
عندنا تطلع لان احنا نتعلم ونشتغل ونراعي اولادنا بطريقه افضل، ويكون نقدر كده نحلم بمستقبل افضل. المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا يا فندم.